بونسوار. برحب بكل مشاهدي قلبي تو، كل الاشخاص يلي ناطريننا وناطرين صحباتنا لليله، ان كان اليوم ثلاثة أربعة او خمسة. جود لك للجميع. وقبل ما نبلش ونشوف شو رح تختار المكنه من طبيت، بدنا نرحب مثل العاده بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه، والليله موجود معنا استاذ محمد حشحاده. اهلا وسهلا فيك محمد. مثل العاده كمان ومثل ما كلكم بتعرفوا، بنبلش مع اول شبكه اليوميه ثلاثة. حضروا إذن شبكة اليومية ثلاثة، هالشبكة يلي بتكونوا منمرين فيها ثلاث طابات، أو الكيوبي مختار لكم ثلاث طابات، وخلونا نشوف شو معقول يكونوا الأرقام يلي رح تختارون المكنة مباشرة على الهواء من استديوهاتنا. بقد ما أول طابة بينت تحمل رقم 9، طابة الثانية رقم 2، والطابة الثالثة رقم كمان 2. سري يومية ثلاثة لليلة 9-2-2. إذا كنتم تاكسين هول الأرقام ألف مبروك لألكم، ربحتوا معنا. لتعرفوا قديه بتربحوا مصاري إذا كانت أرقامكم بالدور، يعني اخترتوا أنها تكون بالدور، المبلغ يلي دفعتوا أو عملتوا عليه بيت فيكون 500 ألف 1005 2000 2005 أو 3000 ليرة، حسب شو دفعتوا. المبلغ يلي دفعتوا بتضربوه ب 400 مرة، وبالحيلا المبلغ يلي دفعتوا بتضربوه ب 70 مرة. هلا أنا وياكم رح ننتقل لشبكة اليومية 4. 9-2-2، هالثلاث طابات رح يرجعوا ينزلوا بالبوكالات لنخلطهم عن جديد، والمكنة تختار لشبكة اليومية 4 أربع طابات جديد. أول طابة رقم 6، طابة الثانية 1، طابة الثالثة 9، والطابة الرابعة والأخيرة رقم 9 عن جديد. 6-1-9-9 أرقام يومية 4 لليلة. إذا كنتوا متاكسين هول الأرقام أو الكيو بي مختار لكم هول الأرقام، أنتوا ربحتوا معنا، وأكيد إن شاء الله تكونوا كتار. لتعرفوا قد بتربحوا مصاري إذا بالدور كانت أرقامكم القيمية اللي دفعتوها، هالمرة بتضربوها ب 4000 مرة، عملية حسابية صغيرة وبتعرفوا قد بتربحوا مصاري، وبالحيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. رح ننتقل هلا أنا وياكم لآخر شبكة يومية 5. 3 رجعوا نزلوا بالبوكالات وعم بينخلطوا عن جديد، وأول طابة بتختار المكنة لليلة رقم 5، طابة الثانية 7، طابة الثالثة 9، واحد، والطابة الأخيرة رقم 5 عن جديد. إذا طابة يومية 5 لليلة هن 5-7-9-1-5، والأرقام قدامكم صاروا على الشاشة بالدور. المبلغ يلي دفعتوه تضربوها المرة ب 40000 مرة، عم نعلق أكثر وأكثر بالجوايز، وبالحي الله المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 350 مرة. ألف مبروك لكل الأشخاص يلي ناقشت معهم وزبطت معهم بالسحوبات الثلاثة، إن كمل يومية 3 4 أو 5. لنتأكد من الأرقام الرابحة بنرجع لعندك أستاذ محمد، تفضل. سحوبات يومية ليوم الأربعاء 30 أيار 2018، سحب رقم 594. الأرقام الرابحة يومية 3-9-2-2، يومية 4-6-1-9-9، ويومية 5-5-7-9-1-5. شكرا لك استاذ محمد، ونشوفك ان الاراد الاسبوع المقبل. الف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليل، ولكل الاشخاص يلي ما ربحوا معنا مثل العاده بقلكم بسيطة، خيرة بغيرة. كل يوم فيكم جربوا حظكم مع لعبة اليومية، مثل ما اسمها بيدل، كل يوم فيكم يومكم مع اليومية، يعني بكرة كمان فيكم جربوا حظكم، مش بس يومية كمان لوتو وزيد. وبشوفكم بكرة بنفس التوقيت على القلبي تو. باي باي.